لو كان نربح رئيس ان شاء الله ندير وعده كبيره للشعب الجزائري، وكما قال لك واحد، ونفرح معاهم ويفرحوا معايا ان شاء الله باذن الله. الله يحفظهم والله يحفظ الجيش الشعبي الوطني. واش دير لهم في الوعده؟ اللي يبغوه، لاخاطش عليه كاين 48 ولايه وكل ولايه وعندها الاختصاص في الماكولات تاعها. انت مستغان مشد لهم كيما يبغوا مستغان، ماشي شرط يقولوا كيما يقولوا طعام ولا حاجه، كيما يبغوا هما طواجين يبغوا اي يبغوا حاجه يبغوها ان شاء الله نديروها لهم، يكون غير خاطرهم، المهم يكونوا معنا ان شاء الله. انا نتيقي فيهم ورانا تاكلين عليهم وعلى ربي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. الله يحفظكم. شكرا. امين.